أخذ ورد وتجاذبات بين نواب المجلس التأسيس بخصوص مشروع الدستور، وبحث عن التوافقات من أجل دستور يحقق أهداف الثورة. مشاورات متواصلة بين مختلف الأحزاب السياسية برعاية رئاسة الجمهورية، والنهضة تدعو إلى بعث لجنة اتصال للتشاور بشأن القضايا العالقة. ودعوات للتظاهر غدا الجمعة تأييدا لشرعية بمصر، والجيش يكثف تواجده على الحدود مع قطاع غزة. تحية طيبة وأهلا بكم. التقى اليوم رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي وفودا عن أحزاب حركة النهضة وحركة نداء تونس والمبادرة والتكتل لمواصلة المشاورات التي أطلقتها رئاسة الجمهورية منذ يوم أمس مع الأحزاب السياسية من أجل وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إنه لا بد من تكوين لجنة اتصال لاستكمال الحوار مع كل الأحزاب السياسية والاجتماعية بخصوص القضايا العالقة. وإحنا أبدينا رأينا بكل وضوح حول أمهات المشاكل، سواء كان المسألة اللي تم الشرعية أو مسألة اللي تم الخروج من الأزمة، وإن شاء الله معنا هذه الاقتراحات تلقى تجاوب ما بين الحساسيات السياسية الأخرى اللي سيد رئيس الجمهورية سيلتقي بها، ولربما بعد كل هذه الاتصالات قد تأتي مبادرة واضحة أو توضح الرؤية وقت نتفاعل معها حسب ما نصل إليه. فالاتفاق تام على ضرورة المضي قدما نحو إجراء انتخابات حرة نزيهة قبل نهاية هذه السنة، وهذا يقتضي تكوين لجنة اتصال تضبط المسائل المختلف حولها وتدير حوارا بين كل الأطراف المعنيين حول هذه القضايا من أجل تسريع هذا المسار واللقاء مع الموعد الانتخابي قبل نهاية السنة إن شاء الله. خاصة بالنسبة للوضع السائد اليوم والتجاذبات الموجودة، وأكد خاصة على اهتماماته بما يحصل في عمل أو في أشغال المجلس التأسيسي والوضع الاقتصادي وعديد من المواضيع التي بطبيعة الحال تشاورنا فيها. والشيء الطيب اللي نجم نقوله أنه ينوي القيام بمثل هذه التشاورات مع كل الأطراف بدون أي إقصاء. لا بد أن تجتمع العائلات سواء كانت ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي أو خارجه، أن تجتمع على توافقات. أولاً أن ننهي النظر في الدستور في أسرع وقت ممكن، أن نتوافق على المجلة الانتخابية، أن يقع في أسرع وقت ممكن إنهاء انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات، أن تتسع دائرة الحوار ليس فقط في مستوى المجلس الوطني التأسيسي بل كذلك خارجه. عامة مناقشة مشروع دستور، وقدموا بعض المقترحات التعديلية، وأكدوا ضرورة مراجعة الأحكام الانتقالية وبعض الفصول المتعلقة بباب الحقوق والحريات. أثارت بعض النقاط الخلافية في الدستور حفيظة بعض النواب الذين تقدموا ببعض المقترحات التعديلية في مشروع الدستور خلال هذه الجلسة العامة. كان عندي اعتراض كذلك على عدم إدراج حق المسنين في الدستور، كنت طالبت بيه وكنت قد تقدمت بمقترح كتابي إلى هيئة الصياغة والتنسيق في هذا الشأن. كذلك قلت رئيس الجمهورية لابد أن تكون له صلاحيات أوسع وأن تكون له صلاحيات أقوى. طالبنا بإلغاء السياحة الحزبية ومنح منعا باتا في الدستور مش في القوانين الانتخابية. بالنسبة لنا كذلك فما قوانين إقصائية، فصول إقصائية كيف فصل انتع يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات إلا ما يدخل عليها قبل الترشح. إضافة إلى ذلك الحقوق والحريات يلزم فصل 48 يتم إلغاء تام لأنه يقيد من الحريات. كما أجمع بعض النواب على ضرورة مراجعة الأحكام الانتقالية وبعض الفصول المتعلقة بباب الحقوق والحريات. شخصيا مثلا فما عدة نقاط أردت التأكيد عليها، هو بالتأكيد التأكيد على الحريات، والتأكيد على الحريات لن يكون بتحديد الحريات كما وقع في بعض الفصول. الأكثر من 70 نائب اللي وصلوا توا خرجوا بيان
رافضين المسودة هذه للسبب التالي، وهو الأحكام الانتقالية متفق عليها الناس كل يجب مراجعتها كليا. وأكد النواب خلال هذه الجلسة ضرورة التوافق بين كل الأطراف من أجل دستور يحقق أهداف الثورة. إن المؤملة معناها أن يكون الدستور يعني محل توافق بين مختلف الأطياف السياسية، والتوافق أساسا حول طبيعة الدولة، يعني حول طبيعة الدولة التي يجب أن تكون دولة مدنية. وتبقى بعض الفصول في مشروع الدستور في حاجة إلى إعادة نظر وتدقيق، وهذا ما ستقرره لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي. نفذ اليوم عدد من أعوان وإطارات الجامعة العامة لسكك الحديدية وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للشركة، تنديدا بالانتدابات التي اعتبروها غير قانونية ومبنية على منطق المحسوبية. كما طالب المحتجون الإدارة العامة للشركة باعتماد الشفافية في الانتدابات. نحن اليوم طالبين الشفافية، طالبين ما طالبين شيء، احنا طالبين، رانا احنا مع التشغيل كل ابناء تونس، احنا مع تشغيل كل المعطلين حسب الكفاءة، لانه المؤسسة هذه تخضع كيفاش للاختصاص، مش معناها اللي يجي يدخل تم اختصاصات معينة، عنا الدبوات، عنا سوق قطارات، عنا محطات، عنا الإدارة معناها، وعنا كذلك الكهرباء خاصة الخطوط الكهرباء الجديدة، تم عادة اختصاصات. دونك اللي يتم انتدابه بالاختصاص هذا للجدوى، راه مش ولا حاجة للجدوى، فقط للجدوى باش اليوم تكون الانتداب عنده جدوى، مش من اليوم ننتدب واحد ومن بعد ما نلقاش وين نخدمه. رايك وش اسمها هذه الناس اللي تعقوا في البلاد؟ شو اسمها لجان حماية الثورة؟ الناس اللي يبعثوا فيهم واحد ما نعرفهمش. احنا يعدي كونكور، اسمعني، يعدي كونكور بنتي، يعديه اورال واكري بالسيف ويتصلح على 3 مرات، وبعد يعمل بالتاس بسيكوتكنيك في وزارة التشغيل بالسيف يعدي، وبعد يجي يعمل فيزيتا زاد بالسيف باش ينجح على عينيه وعلى بدنه وعلى كذا. جي انت تجيب لي ناس 47 45 سنه شفناهم بالعين، معناها ما نجموش. السكه الحديديه عندها خصوصيات، عندها مهن لها ناس معينين مؤهلين، شو دخلوهم هكاك فنشوف لها حساب نحله ولا تتكيه، معناها يجي خشاريه وقعد. والشركه اليوم، الشركه اليوم تعيش عجز نتاع 100 مليار. نظمت التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية في قفصة الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال شكري بالعيد مساء أمس، وذلك لتزامنها مع أول أيام شهر رمضان. واختار منظم الوقفة شعار شكري حي للتعبير عن تنديدهم وسخطهم من طريقة تعامل السلطات مع ملف الاغتيال. وستنظم هذه الوقفة الأسبوعية مساء كل أربعاء طيلة شهر رمضان. حركة تمرد في مصر أسقطت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وحركة تمرد في تونس، وكذلك حركات وحملات شبابية أخرى تحاول وتطالب بحل المجلس الوطني التأسيسي وإسقاط الحكومة المؤقتة. الزميلة سنة الفرشيشي رصدت آراء بعض التونسيين. أنا ماذا بي، معناها كما يقولوا فيها تريد الدنيا، وهما زادا ياخذوا شويه وقت، معناها اللي باش ينجموا معناها فهمني يحكموا عليهم، يزيدوا يحكموا عليهم الشعب اكثر. تحسوا ما عمل شيء، قاعدين ياكلوا في بعضهم يتعاركوا وعرك وكلام ما يليقش، معناتها تحسهم فما شيء. قاعدين باش يعملوا الدستور، والدستور احسن دستور نتاع بورقيب، خايب دستور بورقيبه. هو ما عندهم مشكله اخرى، يمكن مجال تحويل شخصيه يحبوا، هذه ما فيش. بالنسبة لي أنا المجلس التأسيسي منتخب بالشرعية، صحيح خبطوا شوية وأخروا شوية، عملوا شوية مشاكل ولا فرجة ولا، أما نورمالمون نزيدوهم شوية وقت، خلي يكملوا ونشوفوهم وين يوصلوا. أنا واحد من الناس ما يعملكش المجلس التأسيسي، ما يعملك شيء في ظل الظروف الموجودة هذه الحالية في البلاد، نهار اللي البلاد تتطهر وتنضعف البلاد تو وقت نحكم على المجلس التأسيسي ونحكم على كل الحاجات الباهية اللي انبثقت من الثورة. يقعد يخدم على روحه، أما يكبس روحه شوية، لأن توا كيما نشوفوا طولت الحكاية شوية. مجلس تأسيسي كله، نحكي لك بصراحة، كله بيعان كلام، نحكي لك حاجة، كله بيعان كلام، يوعدوا البشر ثم الوعود، أما الرسمي الله أعلم. وشنو البديل من بعد؟
نزيدو نقعدو نعاودو نعملو انتخابات اخرى ونستناو مجلس اخر ونستناو دستور اخر ونستناو والا نمدو الميليتير وخليها نافاك. مش تاسيسي انا نشوف حسب رايي الشخصي يخليهم يخدموا تو ارواحهم، اما شنو يفارسوا هما في الدستور يعملوا الدستور تو يحضروا الدستور ويحضروا الانتخابات اكثر ولا اقل وتمشي الامور من رجل. اما كان مش عم بالطريقه هذه التمرد تاع طريقه مصر ما نصوش النتيجه. أعلنت أمس عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري والنائب الكتلة الديمقراطية سمير مرعي استقالتها من الحزب، وقد أعادت مرعي أسباب استقالتها لاستحالة التواصل والعمل على فرض خط موحد صلب هياكل الحزب. كما بيّنت سمير مرعي أن انضمامها للحزب الجمهوري كان انطلاقا من قناعة بأن تونس في حاجة إلى توحيد كل القوى الديمقراطية والتقدمية لخلق توازن سياسي في البلاد، لكن بعد أكثر من سنة ونصف حاد الحزب عن خطه السياسي على حد تعبيرها. الآن ننتقل إلى الأخبار العالمية. دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الشعب المصري للزحف إلى القاهرة يوم غد الجمعة للمشاركة في مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. ميدانيا كثفت مروحيات الجيش المصري من طلعاتها الجوية فوق الشريط الحدودي بين الحدود المصرية وقطاع غزة لتتبع العناصر التي يشتبه في ارتكابها حوادث العنف المتصاعدة ضد عناصر الجيش والشرطة المصرية. في الشأن السوري قبلت الأمم المتحدة الدعوة التي وجهتها الحكومة السورية إلى اثنين من كبار المسؤولين فيها لزيارة دمشق بهدف إجراء محادثات بشأن استعمال المفترض لأسلحة كيميائية في نزاع دائري في سوريا، فيما يستمر القصف والاشتباكات في مختلف أنحاء سوريا خلال اليوم الثاني من شهر رمضان، بينما يشتد الحصار المفروض على مدينة حمص. نهاية هذا الموعد الإخباري، شهية طيبة للجميع.